تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي، وذلك لحضور فعاليات المهرجان والتي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من المدينة التراثية والفنون. بعد التحية رامي، ضعنا في المشهد لديك. تحياتي لك سارة، تحياتي لك محمد من داخل المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة مع استمرار فعاليات مهرجان العالم عالمين، المهرجان المتنوع في كل شيء ما بين فعاليات موسيقية ترفيهية رياضية، تجربة سياحية كبيرة تستهدف أكثر من 1 مليون زائر إلى هذه المدينة الجديدة الساحرة لكل الزوار. ومن داخل المدينة التراثية التي تحتوي على أكثر من مكون يتحدث عن التراث المصري، عن الجانب الترفيهي والتجاري، المقامة على أكثر من 260 فدان بمكونات ومقسمة إلى مواقع مختلفة. إذا تحدثنا عن المنطقة التجارية بتسعة مبان، وإذا تحدثنا أيضا عن منطقة البلازة بثمانية مبان، وأيضا هناك مسجد مالك الملك، وأيضا البحيرة الصناعية التي تمتد لأكثر من 2 كيلومتر مربع، وهناك أيضا العديد من المباني الثقافية والفنية والترفيهية، المسرح الروماني، أيضا قاعات العرض وصالات السينما أيضا الموجودة هنا في هذه المدينة التراثية. وأيضا إذا تحدثنا عن تنوع من بين المكونات، المنطقة التراثية القديمة الأشبه بالإسكندرية القديمة والحي السكني المتميز، هناك تنوع في هذه المدينة التراثية. وللاقتراب أكثر من هذا المشروع ومشهد هذا المشروع، نرحب بضيفي المهندس علي عبد الباسط المشرف على مشروع المدينة التراثية بجهاز العالمين الجديدة. باشمهندس، أنا برحب بك الأول معنا على شاشة التلفزيون المصري القناة الأولى، ونتحدث عن مكونات هذه المدينة. نبدأ يمكن بالمنطقة التجارية 9 مبان، وأيضا المنطقة الخاصة بالبلازة بـ8 مبان. أهلا وسهلا بكم في مدينة العالمين الجديدة. زي ما حضرتك تفضلت، مشروع المدينة التراثية هو مش مبنى واحد، هو 260 فدان، فمتقسم برضو زي ما حضرتك قلت 9 مبان. المنطقة التجارية دي على مساحة 26800 متر مسطح، دي انتهينا منها طبعا كاملة، عبارة عن 9 مباني، مولات وكافيهات ومطاعم تخللها بلازات ونوافير ومسطحات خضراء. المين بلازا على مساحة 33600 متر مسطح، مكونة من 8 مباني، بها المسلة الفرعونية وهي مقامة ومفتوحة للناس كلها، تمام. وبرضو زي ما حضرتك تفضلت وقلت البحيرة الصناعية، البحيرة الصناعية دي طول 2 كيلومتر وعرض 30 متر، وفيها ممشى من ناحيتين، من جهتين، العرض بتاعه 30 متر. دي بحيرة صناعية وعليها 6 كباري من ضمنهم الكوبري اللي احنا واقفين عليه طبعا، ودي منتهين منها وشغلنا جزء تجريبي فيها. وفيها طبعا المسجد مالك الملك على مساحة فدان، والمساحة الإجمالية بتاعتها 14800 متر مسطح. ده في أماكن انتظار ومسطحات خضراء وأماكن باركنج. وفي الكنيسة، الكنيسة على مساحة 2200 متر مسطح، 9680 فرد، 680 مصلي. والجانب برضو الثقافي اللي حضرتك تفضلت وقلت عليه، من ضمنه مبنى الأوبرا على مساحة 23000 متر مسطح، ده بيسع 1200 فرد. والمسرح الروماني على مساحة 13000 متر مسطح ويسع 800 فرد. وفي مجمع ترفيهي برضو، السينمات طبعا عبارة عن 5 مباني فيهم 9 قاعات يشتغلوا في وقت واحد بيسع 1200 فرد، وفي مبنيين يخدموا عليهم، فيها خلالها مين بلازا كاملة لأن الناس اللي تتجول فيها، وفيها كافيهات وفيها مولات خاصة بمجمع السينمات. والجانب الخدمي برضو في جهاز مدينة العالمين،
اللي على مساحه 10000 متر مسطح، الجهاز الاداري اللي بيخدم على مدينه العالمين كامله. وماذا عن المنطقه التراثيه، المنطقه القديمه الاشبه بالاسكندريه القديمه وبها ايضا عدد من الحرف؟ مظبوط يا فندم، المدينه التراثيه هي الاولد سيتي، عباره عن 17800 متر مسطح، متقسمه زونات، عباره عن 33 مبنى فيهم 9 مولات وفيهم 3 بوتيكات، وفيها باقي المناطق سكنيه على طراز الاسكندريه القديم. دي جوه وقع فين؟ وقع في جوه البحيره، يحدها من محيط بها كلها البحيره. وفي مبنى التالنت، مبنى تنميه المواهب والابداع، ده مبنى على مساحه 11000 متر مسطح. طبعا ده مبنى من اسمه احنا بنتكلم في تنميه المواهب والابداع، يعني الناس اللي هي مبدعه وعندها حرف، زي ما احنا موجودين طبعا في الحرف البدويه بتعلمها للناس، وحرف صناعيه وعنده المواهب. وفي برضه مبنى ارض المعارض على مساحه 15000 متر مسطح، ده عشان برضه يعني المعارض بتاعتنا في 5 قاعات كامله يشتغلوا في وقت واحد ويطل على البحيره، والجانب الثاني من بلازا برضه. حدثنا عن معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المقامه في المدينه التراثيه، وايضا جاهزيه هذه المواقع لاستقبال الزوار والسائحين من المصريين وغير المصريين. بص يا فندم، هو برضه المشروع المدينه التراثيه احتوى عدد كبير جدا من المهندسين ومن العمال الصناعيه، وهي بل بالعكس مش مشروع مدينه تراثيه، مدينه العالمين ومدينه العاصمه المدن الجديدة كاملة، لأن استوعبت طاقة كبيرة من العمال والصناعية، حتى للناس اللي نزلت من بره، وأتاحت فرص كتير جدا لهذه الفئات، بل بالعكس مش العمال والصناعية بس ولا المقتصر على المهندسين، لا الجهاز الإداري أو الناس اللي هي الفنادق اللي اشتغلت والسياحة وهكذا. احنا شغالين 3 ورديات، كل منطقة بنخلصها بنفتتحها تماما، زي المنطقة التجارية، زي المسجد، زي الكنيسة، زي مجمع السينمات، المسرح، أرض المعارض، المنبلازا وهكذا، كل اريا بنشتغل فيها بكامل طاقتنا. يعني زي ما حضرتك شايف، يعني من كل الأجواء 260 فدان، مش مساحة قليلة، وكل المناطق شغالة في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، بنحاول بكل العوائق اللي بتعارضنا. طبعا الحرب الأوكرانية مش بتعارض مصر برضه، بتعارض العالم كله، بالعكس احنا في ظل الظروف دي وظل الحروب وظل الفيروس كورونا، ده أثر جامد في العالم كله، بل بالعكس احنا أخدنا كل الاحتياطات واشتغلنا بكامل قوتنا بحيث ان احنا نخلص المشاريع كلها ان شاء الله. المهندس علي عبد الباسط، المهندس المشرف على مشروع المدينه التراثيه بمدينه العالمين الجديده، بشكرك على التواجد معنا. شكرا لكم يا فندم، ونورتونا في مدينه العالمين. بشكرك يا فندم. يمكن المدينه التراثيه بما تحتويه من مكونات ترفيهيه، ثقافيه، تجارية وأيضا سكنية مختلفة، هي واحدة من معالم هذه المدينة، مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى الأبراج، بالإضافة إلى الممشى السياحي هناك، وأيضا الشواطئ الساحرة. وتأتي الفعالية داخل هذه المكونات الجاهزة لاستقبال الزوار من خلال مهرجان العالم عالمين الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري والمستمر حتى 26 من أغسطس. جزيل الشكر هذا لك رامي بأكثر محمد، من 12 كنت معنا مباشرة من المدينة التراثية من مدينة العالمين الجديدة. جزيل الشكر لك.